السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جبت لكم عسل النوتيلا، لعسل للتسمين وتبييض الوجه وفاتح شهية عام. هذا العسل النوتيلا يحتوي على فيتامينات ومغذيات للجسم عام، يقدر يستخدم الكبار والصغار، ما بي اي تأثير جانبي على الجسم. طريقة استخدامه مكتوب عليه، وصنعه هم مكتوب عليه، وما بي اي تأثير جانبي على الجسم. للحجز عنه تحياتي لكم يوسف الكلام.